الشخص الصديق ديالي شخص عزيز عليا حزين ومكتئب. اول حاجه شنو غادي ندير؟ بتذكيره بحادث وفاه احد اصدقائنا نقول له قصه فيها تفاؤل وفكاهه وطالبه مبلغ مالي اقرب سعوديه في الصبر. الاختبار الثاني اثناء الاختلاف مع شخص في حوار حواريا اختلف معه فإن كنختار مع الشخص في حوار في النقاش أقوم برفع صوتي كنحاول نبيز بين غوت باش نكمل أخفض صوتي وأناقش باتزان ومودة وذكر بالمستوى العلمي وادي الشمال على حسب شخصية الشخص هنا غادي يتصرف أصلا لاحظ على جنب عند قرون مولود واحد مولود لأحد أصدقاء شي صاحبي تزادو شي ميل أتجاهل الأمر أنا أقترح اسم كنعيط وكنقول له هذه السمية اللي راها كذا أو أبارك له وأسأل عن صحة المولود كل نوع ما عند سماع خبر سيء عن شخص شي خبر سمعت شي واحد قال لي دار شي حاجه شي خبر غير جيد سيء اقوم بالاتصال به لتاكد الخبر كنعيط له كنتاكد واش بصح هادشي اللي وقع لك وبادر بنشر الخبر مش من المعكازين اللي شكل التليفونات والميساجات كنهضر لها او ادعو الله ان يكون الخبر غير صحيح ولا اتداول واليوم بدا الخبر مش مزيان وكنسكت وما كيعنيش الموضوع وكنتجاهل اخر اختبار تم ترقية احد الزملاء المقربين أسأل عن إجازاتي وأقل من شأني وحاول هذه فيها نوع من حسادة وحاول تجاهل الأمر تماما لكي يعني مش الموضوع أقوم بعمل حفلة بسيطة للتعبير عن فرحتي له طبعا هذا الاختبار غادي يبقى عندكم هذا ماشي اعتقد هي هذا اللي يبقى عندكم هي واحد فرصة الاختبار الذاتي أننا أحيانا نقرا في المواقف نتذكر شخص شنو ممكن دير بعد مجموعة المواقف هذه ما فيها كاينة مواقف فيها طرائف تقع للإنسان حياته اليومية فهنا كيعبر على قيمتي وقدرتي على التواصل ولأني الآن نكون كذات حاضرة كقوة حاضرة كقوة لها قدرة على ماذا؟ على الإقناع أنا كذات كشخص له قيمة بالنسبة للعضو في الجمعية أو العضو في المجلس يعني راه عندي قيمة اجتماعية هذه القيمة هذه واش كنستثمرها فيما يعود لي النفع على الآخر وكنقول أنا كشخص حاضر بقوة عندي حضور عندي كاريزما عندي يعني واحد القيمه داخل المجتمع كنتعايش بالكفاءه ديالي وبالقيمه ديالي وبالحضور ديالي فعلا كيف احقق هذه مواقف تواصليه اعتبر اختبار مع الذات وفعلا الانسان فرصه انه مع ذاته يعيش الاختبار ديالي انك تسقلك كتخليك تراجع نفسك لان مراجعه الذات هي مساله اساسيه جدا إذا كان هذا واحد الاختبار عندنا أربعة اختبارات هي مجموعة المواقف التواصلية غادي نحاولوا نتعايشوها ونتمثلوا بالدوات ديالها وكيفاش ممكن أننا نتعاملوا معها وكيفاش ممكن أننا فعلا نحقق المواقف.